السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رامي سيدي هريشات، بغسل كلى بمستشفى الأميرة بسمة. اليوم الصبح رنينا على الدفاع المدني وجاء أخذنا، خلصنا غسيل تقريبا الساعة 11:30، وللساعة الآن الساعة 2:00 تهسى فتنا البيت، وإحنا الدفاع المدني كل شوي بيقول لنا هينا جايين هينا على الطريق 3 ساعات. وانت بتعرف الواحد بيكون بغسل كلى كيف بيكون وضعه، مش قادر يقف عجليه. للآن توصلت بيتي وحكيت مع مرت أخوي، تأجت أخذتني معها تصريح. اللي بنطلبه إنه يعملون تصريح اللي نقدر نروح نيجي بالسيارات، واللي له أخوي يوديه واللي أخوي يجيبه، عشان إحنا ما بنقدر نظلنا نستنى 3 ساعات باب المستشفى والدفاع المدني يقول لنا هسه نيجي وهسه نيجي. وآخر إشي أجا باص وحمل حوالي 14 واحد، وكل واحد بمنطقة، يعني إشي ببيت راس وإشي بالصريح وإشي. طب انا سكان كفري بقى ما